لطالما كانت الفلاحة مهنة يحتكرها الرجال لصعوباتها، لكن السيدة هوين صورية أحبت هذه المهنة منذ الصغر، وبدعم زوجها استطاعت تحقيق حلمها بولوج عالم الفلاحة والاستثمار في تربية المواشي والدواجن بجبال الولجب والبلوط غرب يسكيكدا. هذه المهنة تاع الفلاحة هذه من بكري الهواية تاعي، ونحكون كنا من صغري، من دي كنت صغيرة نحب هكا السعايه، نحب تربيه الدجاج، تربيه الابقار، تربيه الاغنام، والحمد لله ربيت ودعمني الزوج نتاعي، هو اللي دعمني، كان السند نتاعي في جنابي، والحمد لله احنا رانا كما يقولوا رانا نستمروا في هذا الميدان تاع الفلاحه. خدمت، فلحت، تعبنا، سهرنا، عبالك المنطقه هذه في معزوله، شغل ما كانش الدعم بزاف هنايا، عبالك با تجي انت تنوض في الليل وتعسل البقر تاعك وتتحلبهم وتشيرلهم ما سهلاش. تمسك صورية بالأرض والفلاحة جعلها تعمل ليلا ونهارا من أجل توسيع مشروعها أكثر وتنمية قريتها المعزولة من خلاله. بعنا البيت على العرب، بعنا الزبدة، الحليب، بعنا الجاج تاع فرانسيس، بعنا بالكوت نديرو 2000 3000 حتى 3300. أنا كامرأة مادا بيا هذا المشروع نزيد نستمروا ونزيد نكبروا، ومادا بيا الدعم ما يزيد نكبر هذا المشروع ويعود ما شاء الله في المنطقة هذه. المنطقة هذه تاعنا منطقة معزولة ومنطقة ما فيها حتى مشروع، أنا مادا بيا هذا المشروع يتدعم ويكبر يدير يحيي المنطقة هذه. صعوبات كثيرة ومعارك كبيرة واجهتها صورية هوين في هذا المجال، تغلبت عليها كلها بإرادة فولاذية، وهي اليوم تنتظر الدعم والمرافقة من الجهات الوصية لتحقيق طموحها الأكبر.